من الحكمة في الدعوة إلى الله أن نوحد صفوفنا نحن معشر المسلمين. أقول المسلمين الذين درجوا على طريق السلف الصالح، لأن الذي يمثل الإسلام حقيقة ويحقق الإيمان هم السلف الصالح، الصحابة والتابعون وتابعوهم القرون الثلاثة المفضلة. السير على منهاجهم هذا هو الإسلام وهو الإيمان، وما خالف طريقهم فإن فيه من الضلال بقدر ما خالف ذلك الطريق. أقول مرة ثانية، من الحكمة أن يوحد الدعاة إلى الله عز وجل صفوفهم في الدعوة إلى الله، وهي الدعوة إلى طريق السلف الصالح. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه هو وأصحابه، وفي رواية وهي الجماعة الذين اجتمعوا على الحق. والخلاف اليسير الذي لا يخرج بنا عن طريق السلف لا ينبغي أن يكون مثارا للجدل والنزاع والعداوة والبغضاء، لأن مثل هذا الخلاف موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ومع هذا لم يخرجهم عن كونهم أمة واحدة.